بسم الله الرحمن الرحيم. وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان من أرض الله الطيبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من هذه الرحاب الطاهرة، نحييكم من رحاب مسجد شريف بالمنيل بمدينة القاهرة العامرة بمصرنا الحبيبة، حيث ننقل لحضراتكم هذا اللقاء الدعوي الثقافي الذي تنظمه وزارة الأوقاف ضمن أسابيعها الدعوية الثقافية التي تجوب بها مساجد مصر العامرة، وذلك برعاية كريمة من معالي وزير الأوقاف فضيلة الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة. وحسناً تفعل وزارة الأوقاف في هذه اللقاءات الدعوية الثقافية التي من خلالها تنشر وزارة الأوقاف سماحة الدين الإسلامي الحنيف، وتنشر الفكر الوسطي، وتنشر الثقافة بين أفراد المجتمع، وكل ذلك كما قلنا من قبل يدعو إلى السلام، ويدعو إلى الوئام، ويدعو إلى الترابط، ويأخذ بأيدي المجتمع الحبيب نحو النمو والازدهار والتقدم. فجزى الله القائمين على هذا العمل خير الجزاء. أيها الأحبة، ولقاؤنا اليوم يدور حول موضوع هام. نحن في مسيس الحاجة إلى هذا الموضوع وإلى أن نطبقه عملياً. هذا الموضوع هو سماحة الإسلام في العبادات وفي المعاملات. ويحدثنا في هذا الموضوع علمان من أعلام الدعوة الإسلامية في بلادنا الحبيبة مصر، فضيلة الأستاذ الدكتور بكر زكي عوض، عميد كلية أصول الدين الأسبق جامعة الأزهر الشريف بالقاهرة، وفضيلة الأستاذ الدكتور أحمد ربيع، عميد كلية الدعوة الإسلامية الأسبق بجامعة الأزهر الشريف. أيها الأحبة، يحضر معنا هذا اللقاء كوكبة من علماء ومفكري وقادة وزارة الأوقاف، يتقدمهم فضيلة الدكتور خالد صلاح الدين علي، وكيل وزارة الأوقاف، مدير مديرية أوقاف القاهرة، وفضيلة الدكتور محمود خليل، وكيل مديرية أوقاف القاهرة، وفضيلة الشيخ ربيع محمود حسين، مسؤول المتابعة بمديرية أوقاف القاهرة، وفضيلة الشيخ جمال إسماعيل، مدير إدارة أوقاف جنوب القاهرة، وفضيلة الشيخ مصطفى علي مبارك، المفتش بإدارة أوقاف جنوب القاهرة، وفضيلة الشيخ أبو بكر أحمد عبد العال، المفتش بإدارة أوقاف جنوب القاهرة. واستقبلنا فضيلة الشيخ عبد الرحمن خالد أحمد، إمام وخطيب مسجد شريف بالمنيل
بالقاهرة الذي ننقل لحضراتكم منه هذا اللقاء، ويحضر معنا جمع غفير من رواد هذا المسجد العامر ومن محبي العلم والعلماء، جاءوا ليستمعوا إلى القرآن الكريم، جاءوا ليستمعوا إلى كلمات العلم من العلماء الأفاضل الأجلاء، جاءوا ليستمعوا إلى الدعاء والابتهال. حفظ الله بلادنا الحبيبة مصر بحفظه، وأمنها بأمنه، ونصرها بنصره، وأنزل عليها الأمن والأمان والرخاء والسلام. كما نقدم لحضراتكم وللسادة المشاهدين وللسادة المستمعين التحية بمناسبة عام ميلادي جديد، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون عام خير وعام نماء وازدهار على بلادنا الحبيبة مصر وعلى بلاد المسلمين وعلى العالم أجمع، اللهم آمين. أيها الأحبة، معنا قارئاً اليوم فضيلة القارئ الشيخ السيد عبد الكريم الغيطاني، ومبتهلاً فضيلة الشيخ أحمد عطية بربري. أيها الأحبة، كما استمعنا عقب صلاة العشاء من فضيلة الدكتور خالد صلاح الدين علي وهو ينوه لهذا اللقاء الطيب المبارك، أن حلقة العلم وحلقة الذكر والتي نحن فيها الآن، ينزل الله عليكم وعلينا سكينته، وينزل علينا من بركاته، وتحفكم الملائكة كما جاء في حديث حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم. كما ذكرت، الموضوع الذي يتحدث فيه علماؤنا اليوم، نحن في مسيس الحاجة إليه وإلى تطبيقه، لذلك أكرر الشكر للقائمين على هذا العمل على حسن اختيارهم لتلك الموضوعات التي تهم المجتمع وتأخذ بيده إلى بر السلام والأمان وتنشر الوئام. أيها الأحبة، موضوعنا اليوم يدور حول سماحة الإسلام في العبادات وفي المعاملات أيضا، وبخير الذكر وبأحلى الكلم نبدأ دائما اللقاء. تلاوة قرآنية مباركة يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ السيد عبد الكريم الغيطاني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يصطفي من الملائكة رسلا إن الله سميع
بصير. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع وما جعل عليكم
ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وفيما فليكن الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة واعتصموا بالله هو مولاكم واعتصموا فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله واعتصموا بالله هو مولاكم واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير صدق الله العظيم. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين. هكذا أيها الأحبة
استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية العطرة، تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ السيد عبد الكريم الغيطاني، وقد كانت خير بداية لهذا اللقاء الدعوي الثقافي الذي ننقله لحضراتكم من هنا من هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد شريف بالمنيل بمدينة القاهرة، ضمن الأسابيع الثقافية التي تنظمها وزارة الأوقاف برعاية كريمة من معالي وزير الأوقاف فضيلة الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة. واليوم هو اليوم الأول لهذا الأسبوع الدعوي بمسجد شريف بالمنيل، ويستمر حتى نهاية هذا الأسبوع. والآن في مساجد مصر أيضا نجد لقاء دعويا ثقافيا يبدأ من بعد صلاة العشاء على مستوى محافظات جمهورية مصر العربية. لذلك فإننا نتوجه إلى المولى سبحانه وتعالى بالحمد والشكر على أن عادت مساجدنا تستعيد رسالتها وتقوم بتأدية هذه الرسالة الدعوية الثقافية، من خلالها تنشر السلام والوئام والترابط والسماحة والفكر الوسطي بين أفراد المجتمع. أيها الأحبة، يدور موضوع اليوم حول سماحة الإسلام في العبادات والمعاملات، وكما قلت في بداية هذا اللقاء، ما أحوجنا إلى هذا الموضوع وإلى أن نطبقه عمليا في مجتمعنا الحبيب مصر. ونبدأ كلمات العلم بفضيلة الأستاذ الدكتور بكر زكي عوض، عميد كلية أصول الدين الأسبق بالقاهرة جامعة الأزهر الشريف، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، أيها الحضور الكرام، تحية من عند الله مباركة طيبة، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وبعد، يطيب لي في البدء أن أتوجه بخالص الشكر وعظيم التقدير إلى وزارة الأوقاف وزيراً، وإلى السادة المعاونين له، وإلى سائر القائمين على أمر الدعوة الإسلامية من أجل النهوض بهذه الرحلة الطيبة المباركة فيما يتعلق بتصحيح المفاهيم حول بعض القضايا الإسلامية. والقضية التي هي محل تناول في هذا اللقاء سماحة الإسلام في العبادات والمعاملات، ليس بإمكان أحد أن يتناولها في هذا اللقاء أو في عدد من اللقاءات، لأن هذا العنوان قد ألفت فيه موسوعات تحمل هذا العنوان سماحة الإسلام. ولهذا
تم اختيار جانبين من جانب الشريعة الإسلامية ليكون محل التناول في هذا اللقاء. الجانب الأول سماحة الإسلام في جانب العبادات، والجانب الثاني سماحة الإسلام في جانب المعاملات. أقول وبالله التوفيق، نحن المسلمين مربوبون لرب سمى نفسه بالرحمن الرحيم، والرحمن هو اسم من أسماء الله، قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، والرحيم صفة من صفات الله، ولكن الصفة إذا لازمت الموصوف ولم تنفك عنه جاز أن يسمى بها، ولهذا يقال عن الرحيم إنه اسم ويقال عنه إنه صفة. هذان الاسمان لهما تجل في شريعتنا الإسلامية. لماذا؟ لأن الاسم ما لم يظهر مدلوله في الواقع، ولأن الصفة ما لم يظهر أثرها في الواقع فإنها تكون شيئا نظريا، فلا يقال عن فلان إنه كريم إلا إذا أعطى وأنفق، ولا يتأتى أن يوصف بهذه الصفة إلا إذا قام بهذا الفعل. ولله المثل الأعلى، الحق سبحانه وتعالى باسم الرحمن من ناحية، وبوصفه الرحيم من ناحية ثانية، شاء أن يتعبدنا، ولكن من خلال القرآن الكريم ندرك قواعد معينة لا بد أن نجعلها نصب أعيننا ونحن ننظر في شريعتنا أو نتعبد لربنا. القاعدة الأولى أن شريعتنا الإسلامية في جملتها تقوم على اليسر ورفع الحرج. القاعدة الثانية أن الأصل في التشريع إنما هو التيسير، فإذا كان العسر قائماً فإن اليسر يأتي ليدفعه، فيبقى التيسير هو الصفة القائمة لشريعتنا الإسلامية. الأمر الثالث أن الله شاء ألا يحرم أحداً من القدرة على عبادته، ولهذا فاوت في التكاليف الشرعية ووجدناها أشكالاً وألواناً، حتى لا يكون هناك عذر لمعتذر أنه غير قادر على أن يعبد ربه. هذه هي القاعدة الثالثة فيما يتعلق بهذا الأمر. القاعدة الرابعة في التشريع الإسلامي أننا منهيون شرعاً عن الغلو في شريعتنا عند التطبيق، فلا يتأتى لأحد أن يغالي في الالتزام بدعوى أنه يريد أن يصل، فرسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهانا عن هذا فيما يتعلق بهذا الأمر. القاعدة الخامسة أن التسامح الإلهي فيما يتعلق بالتكليف الشرعي باد في كل ركن من أركان العبادات بلا استثناء. لا أريد أن أسترسل في ذكر هذه القواعد، وإنما ذكرتها تذكيراً لإخوان الأئمة ليتناولوها بالبيان فيما يتعلق بالدروس الدعوية إن شاء الله. وأما ما يتعلق بهذا اللقاء فأقول في حدود المتاح ما يلي:
أولا، الحق سبحانه وتعالى في كثير من الآيات يخبرنا، وهو مظهر كما قلت من مظاهر الحق، قول الحق سبحانه الرحمن الرحيم، يخبرنا بآيات تبلغ حدا في الكسرة. سأذكر أجزاء من آيات مراعاة للوقت. قال تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. قال تعالى: ما جعل عليكم في الدين من حرج. قال تعالى: يريد الله أن يخفف عنكم. قال تعالى: ما يفعل الله بعذابكم. قال تعالى: ولو شاء الله لأعنتكم. قال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. آيات تبلغ حدا في الكسرة، يتجلى لنا في مجملها أن شريعتنا الإسلامية إنما هي قائمة على الرأفة والرحمة وتجلي الذات الإلهية باسم الرحمن وبصفة الرحيم باد فيما يتعلق بهذا الأمر. هذه نقطة أولى. النقطة الثانية، حين أقول إن الرحمن الرحيم قد راعى أحوال أتباع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يشأ أن يحرم متبعاً لرسول الله من العبادة، والدليل على ذلك ما يلي: أننا حين ننظر في جانب العبادات نجد أن الحق سبحانه وتعالى قد تعبدنا بصور شتى من صور العبادات، كما يقول أئمتنا: عندنا عبادات بدنية، وعندنا عبادات مالية، وعندنا عبادات مالية بدنية، وعندنا عبادات قلبية، وعندنا عبادات اجتماعية. العبادة البدنية تتجلى في الصلاة وفي الصيام، العبادة المالية تتجلى في الزكاة، العبادة المالية والبدنية تتجلى في الحج، العبادة القلبية تتجلى في ذكر الله جل في علاه، وتتجلى في حب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن القلب هو مستودع الحب، فإذا استودعت حب رسول الله في قلبك فأنت تؤجر على هذا الحب في غير كلفة ولا مشقة ولا تعب. وعندنا العبادات الأخلاقية، وكم أكثر رسول الله صلى الله عليه وسلم من الإشارة إلى أن الأخلاق الحميدة من ناحية، وإلى أن المعاملات المجتمعية من ناحية ثانية، هي ضرب من ضروب العبادة التي يغفل عنها كثير من الناس. والدليل على هذا أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أخبر الصحابة أن كل مسلم عليه فيما يتعلق بكل سلامة من بدنه صدقة، سلامة أي مفصل من المفاصل، ومفاصل الإنسان كما قال العلماء لو فككنا الإنسان 360 مفصل، فشق ذلك على أصحاب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وظنوا أن الصدقة إنما هي الدفع المالي. قال: وأنى لنا بهذا يا رسول الله؟ فإذا بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يبين لهم أن العبادة ليست قاصرة، وأن الصدقة ليست قاصرة على دفع المال، بل إلقاء السلام صدقة، إغاثة الملهوف صدقة، إعانة المريض صدقة، الأخذ بيد العاجز صدقة،
بل يصل الأمر إلى حد أن ابتسامتك في وجه أخيك صدقة. هل يكلفنا ذلك جهدا أو يكلفنا شيئا من المشقة؟ كلا والله. وما أظن أن أحدا إلا ورزق من الله إما سلامة بدن وإما كثرة مال وإما هما معا، فمن سلب الصحة فعنده المال، ومن سلب المال فعنده الصحة. ومع هذا، لأن الوقت لا يتسع، أشير إلى أمر هام، وهو أن الحق شاء أن يؤجل الإنسان صيام رمضان لاعتبارات تبلغ حدا في الكسرة، ويمكن أن يسقط الصوم لعذر شرعي مانع مع دفع فدية عن عدم الأداء، هذا عن الصيام. ومن لا يملك فلا شيء عليه فيما يتعلق بالزكاة، ومن لا يملك صحة ومالا فليس عليه الحج بنفسه لقيام مشقة فيما يتعلق بالصحة إذا كان العجز قائما بالصحة. وأما إذا كان العجز قائما بالمال فلا شيء عليه، لكن لو توفر المال ولم تتوفر الصحة تجلى يسر التشريع الإسلامي في الإنابة أن يقوم غيرك بالحج عنك بشروط يعرفها علماؤنا وسيقومون بشرحها في حينها. ولكن الشيء الذي لا يسقط على وجه الإطلاق ولا إنابة فيه لا من قريب ولا من بعيد إنما هو الصلاة. إن الحق سبحانه فرضها ميسرة في أوقات متباعدة ولم يجعلها كثيرة، فهي لا تستغرق من اليوم كله أكثر من نصف ساعة. ومع ذلك من عجز عن الأداء قائماً كما نعرف، كما قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: صل قائماً فإن لم تستطع فقاعداً، فإن لم تستطع فعلى جنب. والعلماء تناولوا ما بعد العجز عن الأداء على الجنب، إذا تعثر ذلك قالوا: يصلي الإنسان بلسانه وقلبه، فإن عجز لسانه مرر الصلاة على قلبه. لماذا؟ لأنها صلة بين الله وربه، ويغفل الناس عن هذا، والله لم يغفل عن هذا. الله لم يشأ أن تنقطع صلتك به على وجه الإطلاق، ولهذا جعل من التكاليف تكليفاً يذكرك بربك كل يوم 5 مرات، تكلم ربك ويكلمك ربك. ولهذا لا عذر لمعتذر إذا ترك الصلاة، ومن فاتته فليؤدي ماضية مع حاضرة، وليكثر من قيام الليل، وليعتذر إلى ربه عما قصر بحقه. أن تقول نفس: يا حسرة على ما فردت في جنب الله. ولهذا إذا كنت قد أصابك شيء من التقصير فإن الفرصة متاحة، وإن الليل طويل. والإمام علي رحمه الله يقول: نعم الشتاء طال ليله فكسر قيامه، وقصر نهاره فحسن صومه. يعني يقول الشتاء غنيمة المؤمن، نهار قصير يسهل فيه الصيام، وليل طويل يتاح فيه القيام. أسأل الله أن يرزقني وإياكم الفهم الحسن لمبادئ الإسلام
وشريعة الإسلام وتعاليم الإسلام، لا نقصر فيما يسره الله لنا، ولا نحمل أنفسنا فوق طاقتها، لأن رسول الله قال: ألا هلك المتنطعون؟ وقال: إن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى، وقال: إن الرهبانية لم تفرض علينا. أقول قولي هذا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. هكذا أيها الإخوة المؤمنون، استمعنا إلى هذه الكلمة الطيبة من فضيلة الأستاذ الدكتور بكر زكي عوض، عميد كلية أصول الدين جامعة الأزهر بالقاهرة الأسبق، والتي حدثنا فيها حول أنواع العبادات أولاً، ثم بيّن بعد ذلك سماحة الإسلام في هذه العبادات، ثم تطرق فضيلته إلى سماحة الإسلام في المعاملات. ونحن ننقل لحضراتكم هذا اللقاء الدعوي الثقافي من هنا، من رحاب مسجد شريف بالمنيل بمدينة القاهرة، ضمن الأسابيع الثقافية الدعوية التي تنظمها وزارة الأوقاف برعاية كريمة من معالي وزير الأوقاف فضيلة الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة. من حسن الطالع أيها الأحبة أن اليوم هو اليوم الأول من هذا الأسبوع الدعوي الثقافي بمسجد شريف بالمنيل، وهو أول أيام العام الميلادي الجديد 2023، الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون عام خير علينا وعليكم وعلى بلادنا الحبيبة مصر، وعلى سائر بلاد المسلمين، بل وعلى سائر بلاد العالمين في العالم أجمع. أيها الأحبة، نختتم هذا اللقاء الدعوي الثقافي بالدعاء والابتهالات، والمبتهل فضيلة الشيخ كمال عيد جاد أبو عرب، وسوف يكون مسك الختام. أما الآن فنواصل كلمات العلم حول الموضوع الهام الذي تخيرته وزارة الأوقاف، ونقدم إليها التحية على حسن اختيارها لهذا الموضوع، وهو سماحة الإسلام في العبادات وفي المعاملات. إسلامنا كما استمعتم وتستمعون دين السماحة، دين اليسر، هذا هو إسلامنا، دين سماحة، دين يسر، يدعو إلى كل فضيلة وينهى عن كل رذيلة. رضينا بالله تعالى ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. كما استمعنا إلى عالم جليل من علماء الدعوة الإسلامية في بلادنا الحبيبة مصر، الآن نستمع أيضا إلى عالم جليل
من علماء الدعوة الإسلامية في بلادنا الحبيبة مصر، وهو فضيلة الأستاذ الدكتور أحمد ربيع، عميد كلية الدعوة جامعة الأزهر الشريف الأسبق، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف المرسلين سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فبداية الشكر موصول لوزارة الأوقاف ولمعالي الوزير ولعلمائنا الأجلاء في مديرية أوقاف القاهرة ومديرية أوقاف جنوب، وأقول لهم جزاكم الله خيرا على هذا السعي الكريم إلى هذا المكان. والحقيقة هذا ثاني لقاء لي في هذا المسجد، وفي اللقاء الأول شعرت بأن هذا المكان أرض خصبة للدعوة، والفلاحون أو من تربى في الفلاحين في الأرياف يعرف معنى الأرض الخصبة، أي أنها أرض حينما تزرع فيها فإنها تؤتي أكلها مضاعفة. فبارك الله في رواد هذا المسجد. ونحن الآن في هذا المكان، نحن في نعمة ينبغي علينا أن نشكر الله عليها. قد يقول قائل: النعم في الحسيات، في الأموال. طبعاً المال حالياً دلوقتي أصبح هو الشيء اللي يحرك كل البشر، ولكننا نغفل عن النعم المعنوية. نحن الآن في بيت الله، تحفنا الملائكة، وغيرنا على المقاهي يضيع وقته فيما لا يفيد. إذن نحن في نعمة ينبغي علينا أن نشكر الله سبحانه وتعالى عليها. أستاذنا الفاضل، أستاذي أستاذ الدكتور بكر زكي عوض، وهو شيخ أساتذة الدعوة، ما من أستاذ في الدعوة وما من عالم في علوم الدعوة إلا وقد تلمذ له مباشرة أو على كتبه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك له في عمره ووقته وولده، وأن يصلح لنا جميعا أحوالنا، وأن يصلح بالنا. بعد ذلك سؤال: هل تقوم حياتنا على التسامح أم لا؟ هل نتسامح حينما يخطئ أحد أمامنا خطأ يسيرا، أم أننا نتعصب ونأخذ أكثر من حقنا؟ هل نتسامح في بيوتنا؟ هل نتسامح مع أولادنا؟ هل نتسامح مع آبائنا؟ هل نتسامح مع المجتمع من حولنا؟ هل نتسامح في البيع وفي الشراء وفي القضاء، أم لا نتسامح؟ سؤال آخر بلغة عامية، وإن كنت لا أحبذها، ولكن أسأله: ربنا عايز مننا إيه؟ ربنا عايز مننا إيه؟ ماذا يريد الله منا؟ صلاتنا،
صيامنا هو غني عن ذلك. أهم شيء الله سبحانه وتعالى يأمرنا به إن نبقى حلوين مع بعض، زي ما سألت بالعامية أجاوب بالعامية، نبقى حلوين مع بعض. والجزاء من جنس العمل. الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. هكذا من يسامح يسامحه الله، ومن منا لا يحتاج إلى مسامحة، من منا لم يختلف ذنبا ولم يفعل إثما، فكل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. والإسلام يشرع لنا هذا المنهج، منهج التسامح. منهج التسامح في داخل الأسرة، النبي صلى الله عليه وسلم يوصي: لا يفرك مؤمن مؤمنة، أي لا يبغض مؤمن مؤمنة، إن كره منها خلقا رضي منها خلقا. هو بيكره حاجة ولكن فيها مميزات أخرى هو قد يغفل عنها، فقد يكون ما أنت فيه من صحة أو عافية أو نجابة أموال، نجابة أولاد، كل ذلك راجع إليها لا إليك، ببركتها هي. لا يفرك مؤمن مؤمنة، الرضي منها خلقا رضي منها آخر. الرجل العربي القديم حينما تزوج اتفق مع زوجته على اتفاق، قال لها: إذا رأيتك غضبا رضيتك، وإذا رأيتيني غضبت فرضيني، وهكذا الحياة تدوم بيننا. وهكذا إيه؟ الحياة تدوم إيه؟ بيننا. يبقى في إيه؟ في تسامح من طرف لطرف آخر. أما عدم التسامح فبتجيله حكاية تانية. واحد بيسألوه بيقولوا له: يعني أنت متجوز لك 30 سنة وقاعد كده مبسوط في الحديقة بتاع البيت؟ قال لهم: أنا من ساعة ما تزوجت اتفقت مع زوجتي إني إن زعلتها تدخل المطبخ، وإن زعلتني أطلع على الحديقة، ومن ساعتها أديني قاعد في الحديقة. يعني أدينه كام سنة؟ ها؟ 30 سنة قاعد فين؟ يا إخوانا الحياة قصيرة، والحياة تحتاج إلى تسامح. تسامح مع الأولاد في الحفوات الصغيرة، مش في الحاجات الكبيرة، لا، في الحفوات الصغيرة. والرجل العاقل قال: أرضى على ابني إذا ما عقني، حذرا عليه من أن يغضب الرحمن من غضبي، ولست أدري بما استحققت من ولدي إقذاء عيني وقد أقررت عين ابني. التسامح في محيط الأسرة يشرعه القرآن الكريم في آية الناس يغفلون عنها الآن. حينما تطلق المرأة قبل الدخول لها نصف المهر، ولكن الله يقول: إلا أن يعفو أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، وأن تعفو أقرب للتقوى، ولا تنسوا الفضل بينكم. شوف تسجيل الآية: إلا أن يعفو. الزوج يعفو ويقول: أدفع زيادة، أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح اللي هو الأب أبو الزوجة، ويقول: نحن لا نريد شيئا، ويقول: ولا تنسوا الإيه؟ ها؟ فتعيش الحياة على في مسامحة. في المجتمع
انظر إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله امرأ سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى. في البيع وفي الشراء وفي الايه وفي القضاء. هل الآن تقوم الحياة في البيع والشراء على السماح والمسامحة، أم أنها تقوم على الاستغلال؟ أنت أعلم، كل منا يعرف الواقع الذي نعيشه الآن. الإسلام يأمرنا بالمسامحة، أن تقوم الحياة على الايه على السماح في كل أمر. رحم الله امرأ سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، ولا تبخسوا الناس أشياءهم. وسمحا إذا اشترى، ممكن يمر على امرأة تبيع أشياء في الشارع ويفاصل معها، يعني وربما بعدها يدخل إلى مطعم من المطاعم ويترك أموال للقائم بالعمل مراءة أمام الناس. سمحا إذا اشترى، سمحا إذا اقتضى. المحاكم الآن مليئة بقضايا الخلافات، سواء المحاكم الشرعية، المحاكم في إطار الزواج، أو المحاكم في إطار المال، مليئة، ملايين القضايا منظورة أمام المحاكم، وكل يحاول يأخذ الحق، لا يأخذ أكثر من حقه، والمحامون يقومون بهذا، وكثير منهم لا ينظر إلى قول الله تعالى: ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أمن يكون عليهم وكيلا. اللي بيجادلوا بالباطل، ونعجب لما نلاقي في آخر آيات الصيام في سورة البقرة وقبل الحديث عن الأهلة وعن الحج، يأتي قول الله تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. وكأن الله يقول لنا: يا من تعلمتم الامتناع عن الطيب الحلال في نهار رمضان، عليكم أن تمتنعوا عن الحرام في طيلة أيام العام. السماح والمسامحة وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ من يغفر للناس يغفر الله له، ومن يسامح الناس يسامحه الله سبحانه وتعالى. والحديث ان الرجل قال: ما ادري ان لي عملا لما جاء به يوم القيامه، اذكر لك عمل ما ادري غير اني كنت امر عمالي ان ينظروا الموسر وان يتجاوزوا عن المعسر. يعني اموال عند الناس، يقول له عماله كده: الموسر اللي معاه أموال انظروا كده شهر وشهرين، والمعسر تجاوزوا عنه واتركوا له ذلك لله، عسى الله أن يعفو عنا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل السماع في الدنيا والآخرة. ونختم بالصلاة على رسول الله: اللهم صل وسلم وبارك على المرتجى سيدنا محمد سفينة النجا، وسلم تسليما يفتح لنا أبواب الرجا فتحا قريبا منفردا. أبي تسليم. هكذا أيها الإخوة المؤمنون، حدثنا فضيلة الأستاذ الدكتور أحمد ربيع عميد كلية الدعوة الإسلامية الأسبق بجامعة الأزهر الشريف. حدثنا في كلمة طيبة مباركة عن دعوة الإسلام إلى التسامح في كل شيء.
تسامح في العبادات، تسامح في المعاملات، وما أحوجنا إلى ذلك. وقد بدأها أي الكلمة فضيلته بسؤال حري بكل واحد منا أن يسأل نفسه هذا السؤال: هل نحن متسامحون؟ يسأل نفسه هذا السؤال، فإن رأى من نفسه خيرا، رأى من نفسه سماحة، شكر الله عز وجل، وإن وجد غير ذلك بادر بالتسامح ونشر السماحة كما دعانا إلى ذلك مولانا سبحانه وتعالى. وجاءت الأحاديث تترى في سنة حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم تدعو إلى السماحة وإلى التسامح. وما فتحت البلاد وما ساد الإسلام العالم إلا بالسماحة واليسر والسهولة واللين والرفق الذي دعا إليه حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم. فما أحوجنا إلى أن نتخلق بهذا الخلق الكريم الطيب المبارك، خلق السماحة. ما زلنا وإياكم أيها الأحبة ننقل لحضراتكم هذا اللقاء الدعوي الثقافي الذي تنظمه وزارة الأوقاف، ونحن في اليوم الأول من الأسبوع الثقافي في مسجد شريف بالمنيل بمدينة القاهرة. وقد حضر إلى هذا اللقاء جمع غفير من رواد هذا المسجد ومن أهالي الحي والمنطقة، وأيضا من علماء وقادة وزارة الأوقاف، كوكبة من العلماء من وزارة الأوقاف، يتقدمهم فضيلة الدكتور خالد صلاح الدين علي وكيل وزارة الأوقاف مدير مديرية أوقاف القاهرة، وفضيلة الشيخ محمود خليل وكيل مديرية أوقاف القاهرة. أيها الأحبة، نأتي إلى مسك الختام، إلى الدعاء الذي أمرنا به من قبل المولى سبحانه وتعالى، حيث قال: ادعوني أستجب لكم. فنضرع إلى الله تعالى بالدعاء والابتهال مع فضيلة المبتهل الشيخ كمال عيد جاد أبو عرب. سيدي يا رسول الله، حبيب الله، يا رب صل على النبي محمد، يا رب احفظ مصرنا واحفظ أمنها وجيشها وشعبها ورئيسها وعلماءها، يا رب. فرحت بمولد أحمد الأزمان، وتعطرت بعبير الأكوان، والشرك
وبطلعة المختار وبطلعة المختار يوم المولد. دنيا أفاقت، دنيا أفاقت من ثبات حدثا جليلا بالموعد، وصاحت على صوت الأذان مكبرا للفجر بعد قضاء ليل أسعد. الله أكبر، أشرقت أنواره وأتى البشير يزف بشرى أحمد. دنيا أفاقت من ثبات كي ترى حدثا جليلا بالموعد، وصاحت على صوت الأذان مكبرا للفجر بعد قضاء ليل أسعد. الله 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 أكبر، أشرقت أنواره وأتى البشير يزف بشرى أحمد. يا للبيت عز لا يزول، لأهل البيت عز لا يزول، وفخر لا تحيط به العقول. كفاكم 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 يا بني الزهراء فخرا إذا ما قيل جدكم الرسول. سيدي يا رسول الله، حبيب الله، رسول الله، يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا رب، واغفر لنا ما يا واسع الكرم، واغفر إلهي لكل المسلمين، لكل الذاكرين، لكل الحاضرين بما
واغفر إلهي لكل المسلمين بما يتلوه في المسجد الأقصى وفي الحرم. النبي صلوا عليه، اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صلاة وتسليما عليك سيدي حبيبي يا رسول الله، يا خير مخلوق وأفضل مرسل وشفيع قوم أذنبوا وأساءوا. أنوارك العظمى إذا ما أشرقت يوم القيامة فالورى سعداء. هكذا أيها الأحبة، بهذه الأدعية والابتهالات التي قدمها لنا المبتهل فضيلة الشيخ كمال عيد جاد أبو عرب، نصل بحضراتكم إلى ختام هذا اللقاء الدعوي الثقافي الذي نقلناه لحضراتكم من هنا من رحاب مسجد شريف بالمنيل في مدينة القاهرة. أيها الأحبة، كان معنا قارئاً اليوم فضيلة القارئ الشيخ السيد عبد الكريم الغيطاني، ومبتهلاً فضيلة الشيخ كمال عيد جاد أبو عرب، ومن السادة العلماء المتحدثين فضيلة الأستاذ الدكتور بدر زكي عوض عميد كلية أصول الدين الأسبق بالقاهرة جامعة الأزهر الشريف، وفضيلة الأستاذ الدكتور أحمد ربيع عميد كلية الدعوة الإسلامية جامعة الأزهر الشريف الأسبق. غدا بمشيئة الله تعالى يتجدد اللقاء، فحتى ذلك الموعد نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.